الإنسان هو أخطر شيء في الحياة، حتى لو كان اللي بيحركه شيطان ولا جن أزرق، فالإنسان في الآخر هو الأداة اللي بتنفذ. الإنسان هو اللي بيقتل، هو اللي بيسرق، هو اللي بيشوه، هو اللي بيخون، هو أصل كل شر وكل فساد. من زاوية الجرح وعمقه واضح جدا إن القاتل بيستخدم إيده الشمال. ده قاتل محترف، ما بيهزرش. أنت مش عارف أنت بتنخه. أنا عايز أقابل سعادتك ضروري يا باشا. إيه اللي حصل؟ ممكن يكون ما ماتش وفبرك الموضوع ده عشان يبعد الشبهات عنه. احتمال. في ظباط ماتوا بنفس الطريقه. سمعت. انا عم مش هصر. موضوع السرقه لو اتفتح تاني يتفتح بشكل رسمي. هو انت مش واثق فيه؟ براقبها. انا اللي بعمل للبوليس مشاكل مش هم. انا محتاجه لك.